غمار غمار قوم خليني يا ابن السجي ساعة. الغانم عنده شيء لك يا ما بعتقد بس تسمع رح تقدر تنام. شو في؟ الغانم خبر أسعد إنه رح يسلموك الشركة. ماني مرتاح غمار، مش ما كل شيء الا المكتب كله واجهات ازاز ومكشوف. ليك البيوت والبنايات حواليك ممكن اي حدا يتصيدك وانت قاعد ورا مكتبك. جاد ما ممكن تكون رومانسي شوي تحديدا اليوم مشاني يتصيدك ويقنصك ويقتلك بتمنى بس كل واحد مصلحته بتغلبه بالحكي. الواضح انه محبينك هالمره رح يكونوا اكثر بكثير من كل شيء مر علينا. متعودين على القصص نحن. بعرف انه ما سبق واشتغلت بسوق العقارات بس نحنا كلنا حنكون حواليك وشوي شوي بتفوت بالجو وخاصة انه هاي الشركة من الشركات العقارية المهمة بالبلد. بس انا بعرف انه سوق العقارات نايم بسبب ظرف المنطقة وانت بتعرف السوق مهما نام وجمد سعر العقار بس يرتفع ما بيرجع لورا. ها صحيح. المهم حسمت أمورك بشغلك بدبي والشام؟ دائماً أموري محسومة، شركاتي شغالة وعندي مدراء تنفيذيين عم يتابعوا كل شيء. منيح. إذا بدك مني أي شيء قل لي، أنا لازم أمشي. غمار بيك. بدي أشوف موظفين الشركة بكرة. حاضر. عن إذنك. برجع بقول لك آسف إنه ما بنعرف بعض بس بوعدك إني حقق لك مشروعك وأمشي لك بحلمك ونحافظ على اسم العيلة.